زميلي العزيز الأستاذ إسلام عفيفي. عارف قبل ما هتقول إنه هنتكلم برضو عن الإسعار يعني هتقولي طبعًا هو نمرة صح ولا أنا إيه بتكهن؟ الأسعار, <applause> الأسعار الأسعار <applause> الأسعار. آه الدكتور بيتكلم تفصيليًا آه لكن خليني يعني أوفر فيو كده فكرة رضا الرضا العام للمواطن آه سواء كان قرارات متعلقة بالخدمات أو قرارات متعلقة بالاقتصاد سواء. اي نوع من القرارات الحكوميه اللي هتتخذ في الفتره القادمه مع الحكومه الجديده. يعني الناس هتقيس ده او هنقيس نجاح الحكومه في البدايه بمدى الرضا العام عن آه الاختيارات والقرارات الاولى. مم. لان القرارات الاولى هتعطي انطباعات قد تدوم او قد لا تدوم. يعني مم. على حسب. لكن يظل فكره ان رضا المواطن هو الهدف الاساسي لاي حكومه حكومه في مصر او حكومه في اي بلد في العالم شغله اي حكومه في الدنيا كده؟ ادي واحد ادي واحد اتنين فكره كيف يطبق او كيف تطبق الحكومه بس ترضيك بالطريقه الصح اصل أه ممكن لا بطريقه ايه لا زمان لا افتح دعم على البهلي لا والناس لا تنبسط شكليا ساعه الجد عندك حق الناس بتضيع لا انا بشكرك على ده لان ده لازم نوضحه للناس ان ليس الحصول على رضا المواطن حتى ولو على حساب المصلحة العامة آه. وده توجه القيادة السياسية أنا مش أنا هاخد القرارات الصحيحة وهي قرارات كلها كانت جريئة في الفترة الماضية صحيح. وقرارات يعني بس كانت ضرورة لمواجهة تحديات حقيقية مم. ومعالجة تشوهات اقتصادية وأوضاع مغلوطة ويعني في, في البلد كانت محتاجة في كل القطاعات حالة من الضبط وإعادة صياغة من جديد سواء على مستوى البنية الأساسية سواء على مستوى الأداء سواء على مستوى سرعة الأداء واتخاذ القرارات ما بقاش فيه وقت يعني فكرة تحدي الوقت دي فكرة ضاغطة طول الوقت وبيتكلم عليها بتكلم على القيادة السياسية وده توجه الدولة طوال م. الفترة الماضية كيف تنجز كيف تحقق على الأرض برنامج و... وهنا مش بتكلم بقى في إنك أنت مش بس أنك أنت بتحاول ترضي المواطن بك... لا أنت بترضي المواطن أنك أنت بتطلعه وفكره هنا التواصل فكره مهمه. صح. يعني والتواصل ده بينزع فتيل مقدما الهج من الهجوم المتوقع حتى في حاله نجاحك كمسؤول. انت كمسؤول مستهدف مستهدف. طول ما في مصارحه ومكاشفه مفيش حد هيعرف يستطل الملعكره. بالظبط كده عايزين نقطع الطريق على هؤلاء وده برضو للمره للمره الثانيه ده توجه رئاسي. الرئيس قال كده مرات بوضوح. ومرات ومرات. بوضوح. الحاجة الثانية أنت كمسؤول حكومي في متابعة وفي مساءلة وفي يعني متابعة الأداء ومعدل الإنجاز و والتكلفات الواضحة الخمسة من الرئيس للحكومة يعني بتتكلم في بناء الإنسان فهنا بتتكلم في المؤسسات الخاصة بالتعليم والتربية والتثقيف والتوعية سواء كانت مستدينية تعليمية ثقافيه اعلاميه بتتكلم في في خدمات صحيه وتعليميه بناء الانسان مش هيجيب لا يعني في في رؤيه متكامله لبناء الانسان طبعا كيف تحافظ على محددات الامن القومي والامن وال والاستقرار في البلد لان القرار الاقتصادي مرتبط بامن بامن واستقرار البلد القرار فيما يتعلق بالسلع مرتبط بامن واستقرار البلد قوم بالامن القومي بالظبط يعني يعني حماية الحدود زيها زي, زي حماية صح الأمن الاجتماعي آه. اللي موجود والقرارات كيف تخرج القرارات نتيجة تواصل ونتيجة دراسة ونتيجة إنك أنت تقرأ الواقع وتداعيات القرار وكيف يمكن إنك تتجنب أي آثار جانبية أو آثار سلبية لهذا القرار فمهم جدا الحك... يعني من وجهة نظري طبعا مم. إن العمل داخل الحكومه كخلايا او 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 فرق عمل يعني يعني وبالتالي نقطع مسافات كبيره بدل ما نتخاطب كوزارات لا في اجتماعات مجموعات عمل يمكن انجاز الكثير من خلال فرق عمل، يعني فرق عمل اقتصاديه، فرق عمل مجموعه الخدمات، فرق وهكذا.